أول شيء لازم نوضح المواطنين في محافظة نينوى أمر كلش هام، أنه الحكومة المحلية بها قسم جهة تشريعية ورقابية وبها جهة تنفيذية. إحنا كمجلس محافظة الجهة التشريعية والرقابية، يعني إحنا ما لنا دخل نستلم أموال. نعم. وأنا أقول الحمد لله حتى ما نتهم. نعم. ولا لنا دخل بصرف هذه الأموال. المسؤول كما معلوم الأغلبية هو المحافظة اللي متمثل بالمحافظ، هو المسؤول الجهة التنفيذية عن استلام الأموال وتوزيعها على المديريات، لكن إحنا اللي علينا واجب آخر هو متابعة عمل ديوان المحافظة المتمثل بالمحافظ ونوابه، يعني ديوان المحافظة بأكمله، وكيفية سير العمل ومتابعة المديريات الموجودة. هل سجلتم نقاط خلال كل هذه الفترة بما أنكم جهة رقابية على عمل المحافظة من يعني صرف الأموال في مكانها الصحيح أو عدم ضياعها؟ هل سجلتم هناك نقاط سجلتموها في هذه الفترة؟ نعم. إذا كنتم قد سجلتموها لماذا لم تتكلمون قبل هذا الوقت؟ نعم. في هذه النقاط أو نعم. لماذا لم تعرض؟ الأموال اللي كانت تصل كانت للنازحين من دائرة الهجرة والمهجرين. نعم. اللي يكون هم عن طريق المحافظة بالاتفاق معهم. لكن من بدأت الإعمار الحقيقي، لأن الإعمار تمر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي حالة التأهيل، المرحلة الثانية هي الاستقرار وإعادة البنية التحتية، ثالثا هو الإعمار النهائي. احنا هسه بالمرحلة الثانية اللي هي الاستقرار وإعادة البنية التحتية. فأنا بالنسبة لي متابعة دائما مع المديريات وأطلع معاهم ميدانيا، البلديات وال الماء البلدية، طبعا شوية يعني طلعتنا مع مديرية المجاري أقل، لأن هي متواصلة أيضا معنا عن طريق الاجتماعات والاتصالات الهاتفية. نعم. اللي لاحظ معها صراحة المشاريع أكو، بس مو كل المشاريع قيد نفذ يعني حاليا. شابتها أكو مشاريع انحالت إلى صندوق الإعمار المسؤول عنه دكتور مصطفى الهيتي، واللي وعدنا خيرا وعن طريق دكتور مهدي العلاق اللي هو المسؤول حاليا عن إعمار نينوى، هو اللي يلتقي بالمحافظ وبالمديريات، لكن هي ما ينطون علم للمجلس المحافظة كيف يتم صرف هذه الأموال. بتاريخ 14/6 بالرمضان أنا ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي أستاذ خلف الحديدي قدمنا كتاب، وأنا الكتاب موجود يمي يعني، بس ما سنح الوقت انه انطيكوه، يعني ما نعم. كان عندي الوقت انطيكوه حتى تعرضه. طلبنا من محافظ نينوى وبنقاط واضحة، اولا ان احنا نعرف اكو اموال تصل لنينوى، تصل للمحافظة كما ذكرت لك، لكن احنا لازم نشوف ونعرف وين نروح وين تروح هذه الاموال. اكو استقطاعات نسبة 3% من موظفي محافظة نينوى اللي بلغت 100 مليار مخصصة هذه لحالة الاستقرار. معلوماتنا لها سواصل منا 40 مليار إلى محافظة نينوى. إحنا طلبنا بكتاب رسمي نريد الكشوفات كيف تم توزيع هذه الأموال إلى مديرية البلديات والبلدية والماء والمجاري، كيف تم تحويل هذه المشاريع إلى الشركات، هل هي عن طريق المناقصة، هل هي عن طريق الدعوة، وكيف يتم صرف هذه الأموال في المحافظة. لكن مع الأسف إلى هذا اليوم اللي صارت أزيد من شهر الديوان المحافظة ما جاوبونا على هذا الكتاب، وإحنا في صدد إذا ما جاوبوا عرضناه إلى رئيس المجلس نينوى وإلى أعضاء وعضوات المجلس وهيم أخوتي، ونتمنى ناخذ إجراء سريع بها. إذا ما استجاب لنا إحنا في صدد أنه نستضيف المحافظ أو نقدم هذا الكتاب إلى الرئيس الوزراء إلى بغداد إلى الجهات المعنية، لأن إحنا كجهة رقابية تشريعية ليش نحاسب؟ قبل ما نحاسب يجب أن نحاسب. ست سنين هناك حديث عن ضياع أكثر من 63 مليار دينار عراقي من الأموال التي وصلت إلى المحافظة والمخصصة للمهجرين قسرا من مدينة الموصل، ما صحة هذا الحديث؟ أنا ما أعرف بها، أنا كإعمار وخدمات فقط أحاسب الأموال اللي وصلت للإعمار والخدمات وأين ذهبت، بس المرصودة للهجرة والمهجرين هناك جهة لجنة أخرى أيضا في مجلس محافظة نينوى يجب أن تحقق في هذا الموضوع، بس إحنا ما راح نخلي شيء. ومن هالأسبوع أيضا عندنا كتب أخرى نوجهها إلى محافظة نينوى، وأريد أوضح لك شغلة، وأكو أمور تدل أنه أكو فساد. من الأمور اللي عرفناها
دائرة التسجيل العقاري نعم للساحل الأيسر، طالع مطلع المحافظة عليه وكشف ينصرف مليار وربع، مليار وربع، وأصلا البناية ما متضررة، البناية أي فقط بناية؟ نازلة، بناية التسجيل عقاري في الأيمن؟ في الساحل الأيسر. الأيسر؟ نعم، نعم ما متضرر وما ذاك الضرر، يعني لو تطلعون نطلع عليها كشف، تطلع بس الصبغ، بس يحتاج صبغ وشغلات يعني كهربائية بسيطة. فهل هذا المبلغ يعني مليار بكم وربع؟ تقدرين الأضرار الحقيقية؟ أنا ما يعني حسب تقدير المهندسين اللي وصلوا لنا، مثلا اللي من نعم وصل لنا هذا، ما أعتقد يتجاوز يعني 400 مليون. 400 مليون ورصد لها مليار مليار وربع، وكذلك من إعادة قبل من؟ ترميم طبعا من المحافظة لأن الجهة التنفيذية، نعم وأيضا رصد أموال مليار ونص لإعادة ترميم محافظة نينوى اللي موجودة، محافظة نينوى مليار ونص أيضا. هذه المبالغ مبالغة بها بشكل كبير. إحنا من نبدي يكون عمل على أرض الواقع، مثل ما قلت لك يعني المهجرين، إحنا أنا ما كنت أعرفها، لأن المهجر ده يعني هجر مبنى المحافظة إذا ألغي الموجود الآن وبدأوا ببناء مبنى يفوق المبنى القديم بمرتين لن يصرف أكثر يعني أكثر من 700 مليون ما تصل المليار ونص. يعني هناك ضعف المبلغ. طبعا اكيد احنا من بدينا نعرف هذه الامور ومن عمل المديريات، لان انت تعرف ما كان اكو بالبدايه اعمار وخدمات، كان اكو فلوس النازحين اللي مع الهجره والمهجرين او تصل من دول اخرى، صح ولا لا؟ اما من يبدي العمل في القطاعات اللي انا مسؤوله عنها بالاشراف عليها، طبعا هذاك الوقت راح تبين المبالغه بالمبالغ، وأكو مناطق منكوبة لم تبدأ العمل بها لحد الآن. وعلى ما سمعنا قبل 3 أيام كان موقف محافظ نينوى العمل بالساحل الأيمن، مع أنه هو طلع بالإعلام وقال أنا في 100 يوم سأعيد الحياة إلى الساحل الأيمن. شلون ينعاد الحياة في 100 يوم؟ أنا أعتقد الخلل مو بالمنظمات، الخلل باللي يساعد المنظمات أن يعطيهم كشوفات غير دقيقة. راح اوضح لك شغله، مثل منظمه يو ان دي بي، يو ان المفروض دي بي نعم منظمه يو ان دي بي المفروض احنا كجهه رقابيه احنا عندنا معلومات عن المنظمات وطريقه عملها، نعم زين؟ منظمه يو ان دي بي معاملتها مباشره مع ديوان المحافظه، زين؟ مثل ما تعرف انت عند معلومات عندكم في عده مناطق، منظمه يو ان دي بي تعمل حاليا، لكن اعتقد الكشوفات الواصلة لها هي كشوفات غير صحيحه، غير دقيقه. الدليل إعادة الاستقرار، مرحلة الاستقرار اللي هي إعادة التأهيل اللي بالبداية كانت تشمل رفع أجلكم الله النفايات، رفع الأنقاض، تأهيل الشوارع، صح؟ بعد ما أتمت المديريات الخاصة البلدية والبلديات أنجزت عمل 75%، تفاجأنا إنه المسلمة لمنظمة UNDP مو نسبة، هو منجزة 75%، لكن الكشوفات اللي وصلتهم بدأت من 0%، بدأت الكشوفات من 0%. إذن ستنفذ 25 وتأخذ 100%، نعم صحيح؟ نعم نعم. إحنا ما راح نتوقف، لماذا لم صدق تتكلموا؟ سيحاسب كل شيء، لأن هذه المعلومات ما تصلنا كل دفعة واحدة. أنا قلت لك بالبداية كان التركيز كله على المخيمات، والمخيمات الكل تعاوننا، أي نعم أن محافظة نينوى كان لها دور بمساعدة دائرة الجو المهجرين، أنه نساعد النازحين ونقدم لهم السلات الغذائية أو إغاثات أخرى، لكن إحنا كرئيس لجنة الإعمار والخدمات إحنا دورنا ما كان بادي بالمخيمات خارج محافظة نينوى، كان أكو إعمار وخدمات. الإعمار والخدمات بدأت مع عمليات تحرير نينوى، لكن كانت بشكل بطيء. في الشهور الأخيرة بدأت أقوى بالساحل تسريع الأيسر، نعم، وبعد انتهاء الساحل الأيسر والأيمن يلا بدأت تبين. طبعا من كل العمل أسرع، هذاك الوقت راح تبين الإخفاقات في مكانات وفي مكانات أخرى يعني واضحة. فمنظمة UNDP أنا التقيت بالمدير المسؤول الرئيس مال منظمة UNDP، التقينا بينه في هولندا قبل شهر ونص، وحتى يعني الرجل كان متعاون معانا وطعان الإيميل، قال لي راح تتعاملين، احنا المسؤولين الرئيسيين مالنا منظمة UNDP، أي إخفاق تصير حاولي تبلغينا،
شنو الإخفاقات الموجودة عندكم أنتم كجهة تشريعية مجلس محافظة نينوى ورئيس مجلس وحضرتكم، بلغونا عن أي خلل راح يكون في عمل هذه المنظمة، لأن المنظمة اللي ينطوا كشوفات ما جايبه من نفسه، أكيد بمساعدة المحافظة تأخذ هذه الكشوفات وبمساعدة جهات أخرى مسؤولة أكيد أيضا أكيد. في محافظة نينوى لإتمام العمل. كذلك أنت علمتم بالفترة الأخيرة، وإحنا هسه عندنا لجنة تحقيق تم تشكيله في مجلس محافظة نينوى، أنا حضرت الاجتماع اللي كان حاضر بيها مسؤولين من منظمة UNDP ومديرية بلدية نينوى، أنا كنت حاضرة في هذا الاجتماع اللي تم عرضه بشهر الخامس بدأت العمل عقد منظمة UNDP، مشكورين لمدة ثلاثة أشهر في نينوى في عمليات التنظيف وإعادة الحياة وفي عمليات رفع الأنقاض في قطاعات معينة في نينوى. لكن أيضا جهد الوزارة، جهد وزارة البلديات كان حاضرا نعم في رفع الأنقاض الوزارة ما قصرت، لكن احنا نعم. من منظمة UNDP اي منظمات تعرض علينا العمل نعم. تطوعي احنا في أكيد. صدد نقبل واحنا الممنونين، لان احنا في حالة نحتاج الى كل الجهود، فهي من يقومون جابوا 5 شركات كانوا موجودين، هذه الشركات طبعا أهلية هي مسؤولين عنها مو احنا، يعني احنا ما نقدر، بلدية نينوى كانت مسؤولة عن الإشراف عليهم بس ما مسؤولة تتحكم بهم. فحسب ما وصلتنا حاليا بعد أيام من العمل 15 يوم أنه الاتفاق كان 20 دولار للعامل، قالوا إحنا ما ندفع 20 دولار ندفع للعامل 25 ألف بدل 20 دولار تقريبا نفس الشيء، إما يتم تسليمه يوميا. بالأخير اتفقوا وقالوا في نهاية كل أسبوع العمل يبدأ من السبت إلى يوم الخميس يتم تسليم هذه المبالغ، لكن تفاجأنا أنه بدأت الشكاوي من العمال أنه المبلغ هو 12 ألف ونص، وقدم مدير البلدية كتاب قال إحنا ما مسؤولين وما نقبل بهذه الحالة، ورفع الكتاب نسخة لنا ونسخة للوزارة ترى أكو هالشكل خلل، لكن إحنا يعني ما سمعنا من المحافظة أي إجراء، لكن إحنا هسا عدنا لجنة تحقيق مشكلة في مجلس محافظة نينوى للتحقيق في هذا الأمر، لأن إحنا ما كنا جهة معاهم فقط كإشراف كحضور، لكن احنا ما تعاقدنا معهم، مو احنا جبنا الشركات، جابوا الشركات هي منظمة UNDP وكلاء منظمة UNDP في نينوى. لكن هذا شيء غير مقبول به، من يوعدون ب 20 دولار يرجعون ينطون 12 ألف ونص. يعني اكو خروق، لكن الخروق مو مسؤول عنه بس المنظمة، اكيد الجهات اللي تتعامل معها وتاخذ منها الكشوفات هي من اللي عندهم خروق.